تحية سلطان يا الخوش، مرحبا بكم في هذا اللايف. هذه اول مرة، يعني يمكن تقولوا هذا بد تجريبي. غادي نوليو نديرو اللايف بهذه الطريقة. هذه اليوم غادي نهضروا على الحصيلة ديال القمح المخزني في زمن الكورونا. اعتذر بالنسبة للإخوان، يقولنا واش كاين شي صوت، عفاكم انا ولا كاين شي صوت، راه مزيانة. تحياتي الخوت وتحياتي للجميع. نتمنى يكون شي صوت كما العادة. تحية سلطة عونية الخوت، كاين شي صوت مزيان؟ هو هداك. تحياتي، نتمنى من الإخوان يلتحقوا. اليوم غادي نهضروا الخوت على واحد المسألة مهمة بزاف، مسألة تتهم يعني تحياتنا ديال الأقاليم الجنوبية. كاين الصوت، إذا غادي نبداو الخوت. فيديو تنهضرو فيه على يعني على الحصيلة المخزنية في هاد الزمن الكورونا، يعني هاد المدة ديال الكورونا شنو هي الحصيلة المخزنية. وغادي نبداو يعني بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي نشوفوهم وغادي نهضرو فيهم. غادي نهضروا في هاد لي فيديو هادو، غادي نوريو بزاف ديال لي فيديوهات ديال القمع المخزني، يعني الحصيله. ان الدوله تقول بان دايره خدمتها وكذا وكذا، وهي ما كاين والو، يعني كذب في كذب. حنا هذاك الشيء اللي ما تيبينوش، يعني الاعلام المخزني ديال دوزيم والمغربيه، غادي حنايا يعني نحاول نطرقوا لهاد المساله هذه ونفضحوها للشعب المغربي، يعني باش لان كاين الواقع ديال الفيسبوك السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، وكاين واقع اخر ما عرفتوش اخوت، يعني واقع يعني ديال واقع ديال دوزيمو المغربيه، اللي تتبين بان السلطات يعني بطاله وما تقوم به يعني يسمى يعني عمل بطولي. حاليا غادي نتصنتوا لهذا الفيديو، غادي نشوفوا الفيديو الاول ديال القمع ديال هذاك الطفل من طرف يعني اولاد الخيريه ديال المخزن، تيضربوا في واحد الطفل وهو تيزاوق فيهم. ومن بعد غادي ندوزوا يعني بزاف ديال الفيديوهات، يعني كاين لي فيديوهات اللي غادي ننشر ربما ما عمر شافها شي حد، واول مره غادي يشوفها. نبداو بالفيديو الاول اخوتي على عجاله ونتصنتو ليه، وغادي ديك الساعه ندخلو نحلو هاد القضيه هادي ديال القمع. دابا انا ما فهمتش بنادم تعقلو بوليسي ولا نقول هاد المخزني هذا. دابا هاد المخزني هذا تلقاه يعني الشاف ديالو تيقمعو في الخدمه، فهمتي؟ الشاف ديالو تلقى الشاف ديالو يعني تيقمعو في الخدمه، تيبول ليه فمو، تيدفل عليه، تيحتقرو، يعني هاد جوج مخازني هادي. ولكن فاش يشوف واحد الانسان محقور ما عندوش تيحقرو عليه، يعني هادي هي الصفة ديال هذا هو المخزن، هادي هي الحقيقة ديالو، ما عمر غادي يتبدل، فهمتي؟ وديك القضية ديال المزاوقة وعفاك راه ما تتخدمش مع هادو حمير، يعني حيوانات مجردين من القيم الإنسانية والمبادئ والأخلاق وكل شيء،
ويحبون يعني سميتو تيعجبهم يقمعوا البشر، يعني تيعجبهم هذاك الشيء اللي تيتمارس عليهم من الفوق يمارسوه على الشعب، فهمتي؟ وهذا الشيء هذا هو اللي تنشوفه، يعني طفل يعني هضر معاه دوي معاه ماشي تضربه. وهذاك الطفل بلي انا يعني ماشي شي واحد يعني يعني اغريسيف ولا شي حاجه، يعني باين انسان عادي ما وتيطلب فيه من الفوق. علاش طلب هاد الحمير هذا؟ ما طلبش شي، ضربك بحال هذيك ضربه. انا تنصح المغاربه يجي شي بواحد يضربكم بحال هكاك وانتوما في هاد الحاله هذه، اعطيه الموت يعني، دافع على راسك، ما يمكنش تتقبل بحال هاد الشيء هذا، فهمتيني؟ هاد الشيء هذا راه ما انتوما بغاو يديروا لك شي ديال قريش المغرب. ولكن المهم حنا ندوزو من هاد الفيديو هذا، غادي ندوزو غادي نشوفو يعني الاب ديال هاد السيد هذا الخوت، الاب ديالو يعني شنو قالوا ليه، لان الاب ديالو هددوه قالوا ليه شنو تقول في واحد الفيديو. وهذا الشيء هذا هو اللي هنشرو، ها هو اب ديال ضحية غادي تشوفوه، السلام عليكم. الاب ديال ضحية بالنسبه لهذوك اللي غادي نحبسو باش تشوفوا يعني هذا الشيء ديال المخزن. واه ضاربين ليه ولده ومن الفوق قال لك يعني راه المخزن هذا باغي مصلحته، قول 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 تيقولوا ليه شنو يقول، هذا هو المشكل. خصنا نزيد نشوفوا هذا هو الاب ديال الضحيه، غادي نصنتو خوت الفيديو ديالو باش حنا غادي نوثقوا هذا الشيء هذا. وراه عندي تقريبا موثق ما يزيد على شي 300 ولا 400 فيديو ديال القمع المخزن. هذا الشيء راه خصو يوصل يعني لجمعيات حقوقيه، فهمتيني؟ لان في هذه الفتره ديال كورونا يعني تم يعني اش نقول لك، تم التعامل يعني مع الشعب المغربي بكل همجيه، الضرب في الكرامه ديالو يعني الديكتاتوريه بام عينيها. وهذا الشيء هذا هو اللي غادي نشوفوه. ندخلوا نشوفوا الفيديو ديال الاب ديال الضحيه، سمحوا لي تنطول شي شويه غير باش نشرحوا للبشر. قوات مساعدين تكون طالب وقفوا. اش كتقول كونر؟ كون كازو يخصو هذوك الناس الاماكن ديالهم، راه ما داروا غير الواجب عليهم. الواجب يعني هذوك الناس قاموا بالواجب ديالهم؟ قاموا بالواجب ديالهم. وراه هذاك الدري ولدك يعني حال على ولدك؟ انا ما بقاش فيا الحال، انا كيبقى فيا الحال هي هذاك المصلح هو اللي مال قضيه بينه وبين الامن، هذاك الامن داخل ندو. ايوا واحد ليش السيد الوالي، السيد الوالي هو السيد الوالي. السيد الوالي. السيد الوالي شنو تقول؟ السيد الوالي الله يسامح. الوالي تقول الله يسامح على هذوك الناس. هذاك الشيء اللي كان داروا الواجب. داروا الواجب ديالهم. وانت ولدي، انت ولدي؟ اش كتقول السيد السيد الوالي؟ الله يسامح لهم وصافي. والكون المشهور؟ الله يسامح لهم كلهم، كانوا تيجيبوا في خدمتهم. داك الشيء اللي كاين. هذا الشيء اللي شكرا. تحياتي تحياتي. سامح واش الله. شتو الخوت شنو كاين؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع المر، هذا هو الكذوب. دابا الدولة هذه دابا دخل عليكم الخوت، فهمتي؟ هاد الدولة هذه واش دخل عليكم بالله الخوت؟ واش هادي دولة هذه؟ يعني شدوا الطفل بعدا هنايا انت تهددوا فيه، زعما شنو تقول؟ قال لي الاب ديالو حتى هو ما عرف شنو داروا ليه، يعني هددوه مسكين، ما عرف شحال من واحد مجموع عليه تمايا، الوالي وكولونيل ماجور وما عرف شكون اخر اللي مجموعين عليه. يعني الترهيب راه باين، الاب ديالو تيهضر تحت التهديد. شنو يقول مسكين؟ بغيتي يقول لهم راه تعديتوا لي على ولدي ولا كيفاش؟ راه بالسيف، راه التهديد راه باين، يعني السلطة يعني ديكتاتورية بمعنى الكلمة. وحتى الطفل اللي تعرض للضرب هذا اللي تنشوفوه في الصورة قال لهم الله يسامح الله يسامح، وبواحد الطريقة ديال زعما راه ظلموني، يعني انا مظلوم. كيفاش تضربوا بنادم وتطلبوا منه يطلب السماحة منكم؟ كيفاش؟ ما فهمتش انا القضية دي. هذا قمة الذل، يضربك من الفوق، يضربك ومن الفوق يطلب منك تسامحه، يعني تقول المسامح كريم. لا سيدي، القانون في هذه القضية دي. وهذا الوالي، هذا الوالي هذا، هاد القواد ديال محمد السادس اللي تيعينهم راه كما تشوفوا عندي في الصورة تما، كاع الولاد دايرين بيه تيبوسوا ليه في مؤخرته المقدسة وفي يعني كتافه، وتيبوسوهم ليه، يعني راه خيره خيره، راه
خيرو راه سابق ولا ما عرف شنو تيديروا ليه تمايا، زعما هو اللي تيوكل هاد الكلاب هادي، لا ديال الوالي لا ديال الشيخ لا ديال القايد لا ديال ما حتى الكولونيلات ماجور، تتلقى ما عنده ما حتى الركابي ضربش معاه حتى ان كيلومتر، يعني ما يجريش ودير بها كولونيل ماجور ديال اش ديال الحشيش ديال التهريب ديال التعذيب ديال القرعة. كما تشوف اخوتي يعني حتى في الصوره اللي حطيت الفوق انتم تشوف جميع القياد الشيوخ والولاة وداك هذاك الشيء المخزن راه ما دايرين بالملك تيبوسوه، يعني هو تيعطيهم الاوردر باش يديروا هذا الشيء، يعني هذاك القمع الذي يمارس على الشعب باش الشعب يدخل سوق راسو راه هو اللي هو اللي زعما هو اللي تيعطي الاوردر الامر ديالو، هو اللي تيعطي الامر باش ان الشعب باش انهم يقمعوا الشعب المغربي، واش انهم يقمعوا هاد الشباب هادو. لا قالك الشيخ والوالي، شكون هو هذا الوالي؟ الوالي اولا ما منتخبو حتى شي واحد فهمتيني، يمشي لشي جهه يخدم في شي قشله ولا يخدم في شي بلاصه، بحال هاد العقليه هادي ما خصهاش تبقى تبقى، وبحال هاد القمع وبحال هاد الضرب اللي تعرض ليه الطفل هذا ما خصوش تبقى يبقى. وهذا الشيء هو اللي تنقولوه حنايا، يعني ما بقيناش باغيين السلطه المخزنيه في البلاد، يعني خصنا نبنيو واحد الجيل تيرفض يعني السلطة المخزنية وتعتبر يعني شرطة يعني اش نقول لك، تعتبر يعني السلطة المخزنية سلطة غير شرعية في البلاد، ما شرعية غير شرعية بتاتا، لا يعترف بها أحد يعني دوليا، لا يعترف أي واحد حتى شي واحد ما تعترف بالسلطة المخزنية دخيلة على الشعب المغربي حقيرة فهمتي، لا تهتم إلا بالمصالح ديالها ومصالح الحاكم، يعني هادو راه أكفس من الاستعمار، الاستعمار الفرنسي والإسباني كان أرحم بالمغاربة، أرحم بمليون ألف 70 ألف مليون مليار مرة من يعني الاستعمار والاحتلال المخزني، يعني واحد القوة واحد السلطة مفروضة على الشعب المغربي يعني بزز منه أنه خصو يتقبلها. وهذا هو أن فيديو اللي هضرنا فيه، غادي ندوزو يعني الفيديوهات أخرين غادي نحاول نشوفوهم ديال القمع، ما حنا ندوزو لواحد السيد من تطوان فهمتي، ندوزو لواحد الشاب تا هو من تطوان، لان لا يقول لك دابا المشكله تيقول لك بان هاد الحادثه اللي وقعت مع الطفل اكسيبسيونيل، واحد الحادثه عرضيه يعني حادث جانبي، يعني راه السلطه ماشي بحال هكا. ولكن غادي نشوفو حنايا كلشي كان في مراكش ولا ما عارف، ندوزو يعني لبني ملال، ندوزو لواحد الطفل تا هو تعرض الى القمع باش نكونو فاهمين. السلام عليكم خوتي المغاربه، غادي نحبسو الفيديو باش انا نتصنت ليه، وديك الساعه نهضرو حتى على هاد القضيه ياك، شنو القمع رقم واحد، غنشوف دابا الفيديو ديال القمع رقم جوج باش نكونو واضحين، لان هادشي هذا ماشي نورمال، هادشي اللي تيتمارس على الشعب المغربي غير طبيعي، واحد المساله غير طبيعيه وغير مقبوله. الا كنا بغينا واحد المستقبل زوين في ديك البلاد خصنا نفضحوا هاد الممارسات هادي، وخصنا ننزعوا الشرعيه على هاد الناس هادو اللي شادين البلاد بهاد الطريقه هادي، هذا هو الحل الوحيد، راه ما كاينش شي حل اخر، وفضح مو هادشي اللي كاين، لان الاعلام في المغربي ودوزي راه دزت انا على النشرات الاخبار بجوجهم فهمتيني، اللي تينشرو لا دوزيم ولا المغربي راه ما تيجيبو حتى شي حاجه، من غير انهم تيجملو تيزينو يعني الوجه القبيح ديال المخزن وتيشرعنو السلطويه في البلاد فهمتي، وهذاك اللي عنده شي دوزيم ولا مغربيه في دارو يحيد بابها، ما عنده ما يدير بها. نتفرج انا كاع في الجزائر ولا في التوانسه وما نتفرجش في ديك القنوات ديال المغربيه. ندوزو للدري هذا، اوكي سي بون نبداو نبداو الخوان. السلام عليكم خوتي المغاربه، هاد القايد المقاطعه الخامسه ديال مدينه بني ملال دا ليا رفقي من قبل العيد وتكرفص عليا، واليوم دخلني هو والقايد عبد الرزاق، هو المقدم المقدم عبد الرزاق، هو المقدم عبد الرزاق، ودخلوني وداروا لي التعذيب، مارسوا عليا جميع انواع التعذيب، تيشتفوا عليا، واش هذه كانت الدوله ديال الحق والقانون؟ فين هو محمد السادس؟ وانت راه مازال سمعتي يا محمد السادس؟ راه مازال عندك التعذيب اولي في البلاد،
راه الناس هادو دخلوا طفل، هذا راه مجرد، هذا اللي تيهضر راه باقي طفل يعني قاصر، شدوه دخلوه مقدم وقيد وعطاوه تفرشيخه سلخه ديال العصا، ونزيدو نكملو نشوفو شنو تيقول السيد غوغ. تصبر، مازال عندك تعذيب في هاد البلاد هادي، راه مازال عندك الحقره. وفين هما هاد الناس هادو؟ فين هما هاد المسؤولين؟ شكون اللي غادي يحاسب هاد المسؤول؟ شكون اللي يحاسب هذا؟ شكون؟ شكون اللي يحاسب هذا اللي من الصباح هو تيعذب فيا هو مقدم عبد؟ شتي هنا فاش تنهضرو على الخوت تيقول لك المحاسبه، راه ما كاينش اللي يحاسب هاد الناس هادو، ما كاين اللي يقد عليهم، ما كاين اللي يهضر معاهم، فهمتيني؟ راه ما تحاولوش انكم تسناو يعني دولة عصابة تحكم، يعني تيتعاونوا مع بعضياتهم، يعني شي تيغطي على شي، السلطة القضائية تغطي على البوليس، أي شنو نقول؟ السلطة القضائية تتغطي على البوليس، عندهم القضاء في يديهم، البوليس يغطي على السيمين، شي تيغطي على شي، هذه هي الدولة، يعني القانون غايبي، غائب. بشكل يعني بشكل كلي، ما كاين لا قانون لا والو. دابا الطفل هذا راه ما كاين اللي يجيب ليه حقه، وفي حالات اللي داروا ليه الاعفاء راه دار، ماشي بتطبيق القانون. شي فاش تسمع يعني واحد القايد ولا مقدم داروا ليه الاعفاء، راه ماشي يعني تطبيق القانون، هذاك ماشي تطبيق القانون، لانه تيولي غير بحال تقول سسبندد، الصالير ديالو تيولي تيبقى ياخذو كما كاين، يعني تيبعدوه من انظار واحد الشهور ولا شهور ولا شهرين ولا شهر كاع على حسب سا ديبو يعني الفضيحه اللي دار، ومن بعد تي يعني تي تيصيفطو لشي بلاصه بعيده يخدم فيها، ولا يصيفطو لشي مدينه اخرى ولا شي حاجه، ولا تيبدا شي مهمه اخرى داخل الدوله، ولا تيضمو يعني للسلك ديال المخابرات المخزنيه، تيولي يخدم داخل الجهاز ديال المخابرات، فهمتيني؟ لانهم محتاجين ناس بحال هادوك، النظام محمد السادس محتاج ناس بحال هادو اللي تيتعداو واللي تيتكرفصوا على عباد الله، فهمتيني؟ محتاجهم، لانهم هما يعني هما يعني الصور اللي عنده بينو وبين الشعب، لانهم هما تيزيدوا يطولوا في العمر ديال الحكم ديالو، وتزيدوا يأسوا يعني المزيد من القمع ومزيد من الإذلال والخنوع يعني تيركعوا الشعب المغربي بهذه الوسائل ديال القمع. ونزيدو نكملوا الفيديو مع الطفل هذا باش نشوفوا. عبد الرزاق هنا تيشتفوا عليا، شكون اللي غادي يحاسبهم؟ شكون اللي غادي يحاسب هاد الناس؟ القايدة هذا راه طغى على الجميع، راه ماشي غير على القايدة، راه من الرجال بلا ملا حقرهم الناس. اللهم انا هذا مرة شي حقرة، الميزان ديالي خلاني بلا شهر كارو في بلاصي، راه شهور اخو الكارو راه هو في بلاصي. راه هاد القايد هذا الخوتي يعني طاغية، راه ما تيقولها طاغية، ولكن شكون اللي معينو هو الطاغية الديكتاتور الكبير محمد السادس هو اللي معينو، يعني ما كاينش شي حد اخر يعني تيتحمل المسؤوليه في هاد الانسيدنت هادي، في هاد الحادثه هادي، وفي جميع الحوادث اللي تيوقعوا. راه هاد الحوادث اللي نوريكم دابا، راه نوريكم يعني بزاف ديال الحوادث، راه ما نزقاش حتى غادي نحطوا يعني فهمتيني النقاط على الحروف، المغاربه يعرفوا الحقيقه، فهمتي؟ ونبغيكم تبارطاجيو هاد لا فيديو هذا. زيد اخويا كمل. داري رزقي خلاني كونتور، هاد السيد راه ضربني قدام السيد، ولقيت تيقول لي غادي نبركك على القرعه، تيقول لي جري طوالك انا غادي نبركك على القرعه، وراه محمد السادس راه الحقره عندك في البلاد، انا غادي هارب منه. ولقيت تيقول لي وجري طوالك وانا نبركك على القرعه وما عندك ما تصبر. علاش؟ لان الناس هادو دايرين القانون بجيبهم، يعني هما عارفين يقدروا يرتكبوا جريمه يقتلوا كاع، راه الحياه ديال المواطن المغربي في خطر، يعني في ظل يعني الحكم ديال هاد الناس هادو، الحياة ديال المواطن المغربي في خطر، أنا تنقولو صافي. نزيدو نكملو أخويا. وهو تابعني كيركض مورايا وقلع عليا الميزان، قلع عليا الميزان ديالي، فهمتي؟ وخلاني ها البهيمة ديالتي ها هي، ها هو خلاني الله ودا ليا حشومة الميزان، أنا غادي كنركض وتابعني هو كيركض. ولا لا تشتف عليا، لا تشتف عليا، هو مقدم عبد الرزاق. هذا ماشي، هذا إنسان، أنا غادي هارب منه وهو تابعني كيركض ورايا،
اسمع فينا هو هذا فينا هو ومحمد السادس راه عندك تعذيب في البلاد، راه ما كاين لا حقوق انسان لا والو، ما كاينش شي مسؤول يتحاسب مع هاد الناس هادو، هادو راه طغات فوق الارض، وانا راه تعرضت للتعذيب، تعرضت للاهانه، تعرضت للتكرفيس، تيشتف عليا هو وهذاك المقدم عبد الرزاق. سمعتوا الخوت شنو تيقول الطفل هذا؟ شنو قال ليه؟ راه قال لك اخاي محمد السادس راه الشباب يعاني، قال لك راه عندك التعذيب في البلاد، عندك القمع في البلاد، راه 20 عام يعني جمع راسك فهمتيني، الا كنتي باغي الخير لهاد البلاد هادي جمع راسك، وهاد الناس هادو يعني انت اللي حاطهم تما، يعني محاطهم يعني بظاهر شريف، لان راه ما كايناش يعني شي جهه في العالم ولا شي واحد شي ما كايناش شي جهه تقد يعني تسأل الناس هادو لأنهم فوق الدستور، لأنك انت معينهم ظاهر شريف، القيادة ولا القوة هذا معينهم الملك بظاهر شريف، يعني راه ما كاينش اللي يهضر معاهم منهم الملك، يعني تياخذوا اللوردر منهم الملك فهمتيني، ولا الأجهزة اللي عندها علاقة بالملك ديريكت، عندها العلاقة بالملك مباشرة، هي اللي هي اللي عندها يعني السلطة على القيادة داك الشيء، حتى الحكومة ما عندهاش خوتي يعني السلطة لا على القيادة لا على والو، يقد يجي كاع قايد يطرشتي يصرفق حتى رئيس الحكومة، وما عند رئيس الحكومة ما يدي حتى شي حاجة، لأن السلطة ديال القايد أقوى من السلطة ديال رئيس الحكومة فهمتيني، لأن في الأخير تتبقى السلطة ديال رئيس الحكومة سلطة شكلية مقارنة بالقايد. لذلك حنا كمغاربه جمهوريين فاش نطالبوا بثوره نحيدوا علينا الدل هذا وهذا الكتوب هذا ونبنيو بلادنا، فانهم يعني تيقول لك لا حنا امن وامان، الامن والامان باش نكونوا واضحين، المهم نزيدو نشوفوا لا فيديو رقم 3، شوف الفيديو ديال واحد الشاب يعني من تطوان فهمتيني الخوت، ها هو واحد الشاب حبس لا فيديو باش نتبع معكم. المهم تحياتي نقص شوية من الصوت الخوت باش داكشي يكون مزيان، انا عطيني نصف المسائل. انا نهضرو على هاد الشاب هذا، بداو لا فيديو ديالو الخوت. جينا للولاية كنديكلاريو بالقايد تعدى عليا دالي الميزان ديالي مع الخمسة الارب ديال العشية، جيت للولاية قال لك كورونا، هادي قال لك كورونا، تعدى عليا القايد دالي الميزان وضربوني وبصقوا عليا وبصقوا ما خلو ما يقولوا، جيت للولاية قال لك ما كاين لا ديكلاراسيون لا والو، هبط المحكمة ما كاين لا وكيل لا والو، مشيت للكوميسارية ما كاين لا مخزن لا والو، عاد من عال مشي القايد تعدى عليا دالي رزقي القايد، ما بقى لي والو، بقى لي الراعي العام، صور راسي بحال الحمق، كورونا الشنطية تخاوير ما كاين حتى واحد كيدوز، تعداو عليا هاي الدكي دايره ضربوني دقدقوني الدولي الرزق ديالي، لمن عشكي العالي ربي يا مقطوع على داكشي، تعداو عليا الدولي الرزق ديالي، انا مقطوع، جيت للولاية هبط للكوميساريات ما لقيت ماندي، جيت دابا هاد اللايف هذا راه ممكن يديوني للحبس يغبروا لي الشقف، ولا ما نعرف علاش حيت كنطالب بحقي كمواطن، تعدوا عليا قبل 5 الارب كنبيع وشري الديسير، تعدوا عليا جيت كنديكلاري ما لقيت من ديكلاري، ضربني القايد واحد الاستاذه مزيانه، هاد القايده مزيانه هاد، ضربني القايد وتعدى عليا، هبط عند الوكيل ما لقيت لا وكيل لا والو، مشيت للكوميساريات بجوج، جيت للولايه دابا انا ضعيف على داكشي داير هاد اللايف هذا، داير اللايف كنشكي على راسي براسي باش نشوف واش المواطن فهاد كورونا عياك العصا وعسكس ما داير والو، كنبيع وشري على راسي، خدام على والديا تعداو عليا الدولي الميزان الدولي الرزاق، ضربوني حيت قايد ضربني، هبط الواكل والو،
هبط للكوميساريه ما كاين لا والو. جيت للولايه، انا في الولايه كنساين يديروا شي حال، كنساين يعيطوا شي واحد السبان الله باش كنحمي راسي كمواطن، كنحمي النفس ديالي. داير اللايف هادو هما اللي تعداو عليا. شوف مسكين غادي يحمقوه، والله الا بغاو يحمقوه بالله. يعني السيد دار اللايف باش يجي يشكي على راسو براسو، يعني شوف يعني القمه ديال البؤس، يعني والمشكل النفسي اللي حطو فيه يعني المواطن المغربي. تصور تجي تعدى عليك السلطه وخصك تمشي تشكي للسلطه اللي تتعدى عليك، وشكون اللي غادي يجيب لك حقك؟ فهمتي؟ هذا راه مشكل عويص في ديك البلاد، فهمتي؟ الا جينا تنهضرو راه لقاو يعني تتظلم في حياتك، تيظلموك، وفاش تمشي لعند نفس السلطه خصك تمشي تدعيها. يعني دابا تصور معايا السلطه اللي ظالماك خصك تمشي عندها تبلغ بيها، واش زعما تجيب لك حقك؟ راه ما كاينش هاد الشيء، هذا راه ما عمر غادي يكون. هذه ممارسة ديال المخزن الحقير، فهمتي؟ وبلا ما نزيد نكمل الفيديو، راه السيد تيهضر وهو مهلوك، يعني جسديا ومعنويا. يعني قالك مسكين ما كاينش شي تعبير يعني بائس اكثر من هذا. يقول لك مواطن انا جيت نشكي على راسي براسي، فهمتيني؟ يعني مسكين قالك دار هذا الفيديو هو اللي بقى عليه تخرج القضيه الراي العام. يعني هنا عندنا واحد المسألة زوينة، هي أن الشعب المغربي، الشباب ديال الشعب المغربي ولا تترجع ليه الثقة ديالو في راسو، فهمتيني؟ وفي الأخر ديال هاد الفيديو غادي نقول لكم أنا علاش القياد والمخزن كشرا عن أنيابه في هاد الأخير هذا، فهمتيني؟ كشرا عن أنيابه تجاه الشعب المغربي، علاش؟ غادي نعطيكم أنا الشباب يعني في أخير ديال هاد الفيديو هذا. غنديزو الفيديو الرابع طبيعة الحال، غادي نشوف الفيديو الرابع الخوت. وهذا ندوزو، انا تنهضر امني نهضر لكم على القياد، يعني القياد، ياك القياد اللي معينهم الملك هما اللي نهضر عليهم، ما كاينش شي حاجه اخرى، فهمتيني؟ لانهم هما في يعني اللي كاينين في الواجهه حاليا، هما اللي تيمارسوا القمع على الشعب المغربي. وغادي نبداو هنا. عاد يا بلاد ديال الحكار، هذا راه قايد اللي يدير لي بحال كذا الخوت. ها هو يعني هذا شدو قايد ضربو بجعبه لعينو، تصور خشى لي جعبه ديال الحديد في عينيه. كملوا الخوت. عاد يا بلاد ديال الحكار، هذا راه قايد اللي داير ليا بحال كذا، خاشي ليا وجهي بجعبه، قايد والحميه ديالو، على ناش كندير عباد الله؟ صورينا، على ناش كندير؟ انا كنبيعو الحوايج، ما شفار، ما بزناس، ما قتال، ما والو، هاد الناس هادو ما خلاوناش ناكلو قبيل ديال الحلال ونتكمشوا بحالنا بحال الخوت، هادو بغاو ما عرفتش علاش كيقلبوا علينا، انا لحد الساعه باقي ما درت والو. شوف اش دار لي العيني، قربي هذه الكاميرا، خشى لي جعبه في عيني، هو والحميه ديالو تحموا عليا اربعه والقايد، وما داير لهم والو، ما كندير حتى حاجه اللي خارج القانون، كنبيع ونشري بحالي بحال الناس، حاط بياسات كنترزق فيهم. الله جا قال لي اجمع، انا عندي طابله كبيره شويه بديت كنجمع، مشاو رجعوا قال لي انت مالك علاش بغيتي تجمع؟ انت الطابله مجموعه ما فيها حتى رويطه، انا بوحدي اللي خدام، انا كي بغاني ندير؟ جاو طاولوني، جي شي كيجزر وشي كيدير، واحد خشى لي جعبه هنايا في عيني، القايد هذاك اللي لابستوني خشى لي جعبه في عيني، عباد الله كامله كانت حاضره كتفرج، ولكن مع دعقوم قال لهم حتى واحد ما يصور، كلشي حضر راسو مشى، كلشي حضر راسو مشى. شوفوا بلاد الحفره كي دايره، ما داير والو، انا ما داير والو بو اسماعيل، انا كنبيع ونشري ندخل السوق راسي، شو الناس اش داروا ليا؟ انا منين جاي؟ جاي من اسرائيل، انا راه مواطن مغربي، اش غدرت ليه؟ علاش يدير لي بحال كذا؟ علاش يدير لي بحال كذا؟ دعيت والله وما غنسمحش ليه، انا غنمشي نشوف الاجراءات اللي غناخذ وما غنسمحش لهادو السلطات المتعددين تعداو علي.
اهو كيما شفتوا الخوت، يعني قايد جا خشى لي جعبه في عين. وتصور معايا السيد عنده طاوله كبيره، يعني خصو شويه ديال الوقت باش يجمع هاد الناس هادو. اي حاجه يعني في العقليه المخزنيه، اي حاجه تيشوفوها بانها عياقه من الشعب ولا شي غلط، يعني تيكون منك انت شخصيا، خصهم ياخذوا يعني بيرسونيل، ويجي يضربك ويفعل ليك ويترك ليك ويهادي، فهمتي؟ راه مرض نفسيا، مجموعه من المرضى النفسيين. ما عرفش انا هاد القياده هادو اللي تيدوزو في الجيش، واش تيغتصبوهم في الجيش، واش تيديروا لهم شي حاجه اللي تتردهم يعني عديمي الانسانيه ومجردين يعني من جميع يعني الاخلاق والمبادئ الانسانيه والو، القيم الانسانيه مجردين منها يعني كلها، فهمتي؟ هذا الشيء اللي نقول. حنا نهضروا اليوم على حصيله من ديال القمع ديال القياد، فهمتيني؟ راه عندي مئات الفيديوهات، غادي ندوزو بعض الفيديوهات اللي خرجت الراي لها، وكاين بزاف ديال الفيديوهات اللي ما وصلاش كاع الراي لها، حتى هي غادي ندوزوها. ندوزو الفيديو رقم 5، ندوزو هاد الشاب هذا. نتمنى السلام عليكم. الشاب هذا سمعني لي يوم في سيدي قاسم، مدينة سيدي قاسم، جاي من العامة ديالي غادي البيت ديالي، مي جاي شاد القانون ديالي داير حزن السلامة ديالي، شفت واحد الرومبان ديال الفيلاج ديال الشارع ديال محمد السادس ولا محمد الخامس، ما عرف ما عارف فيلاج، المهم معروف بالفيلاج، خط الرومبان الكبيرة اللي جاية هذا دار الضو، راه معروف الحق السباقية اللي كيخور الرومبان، الحق السباقية ديالو راه غيضو، أنا هي دخلت الرومبان ما كيها سيارة ديال الأمن، من احترام ديالي باتيسات أمن، وقفت من احترام خصك أمن يدوز، وقفت ليها خليتها داز الطوموبيل ديالي، فاش داز أنا مورا دزت، ما شفتش داكشي اللي جاي مورا، كنتابعو الكولونيل الجندار مقيده وكذا بأنو تلفزيونير ولا شكون تابعو، ما عرفتهمش الطوموبيل السي بانو هي من بعيد بكوحل مسيفين، ما عرفتهمش ديال الأمن وشي حاجة، أنا حطيت الاحترام اللي بانت ليا اللي فيها الأمن ديالي بانت ليا أنا اللي باينة، واحد الراجل الشرطة أنا أسمع راسو مدلار في الشمس ولا ما عرفت مالو. تا شاف داكشي الناس كبار دايزين، انا عاد وقفت حق انا عطيتك ما شتيني صفر، انا ما شتكش ما درتي لياش، راه دخلت روبان ديالي بان لي راجل امر سيارة امر عطيتها عطيتها الاسبقية اللي هي عاد سير ما درتيهاش، هي لا وقف عندك مخالفة عندك هادي. انا في هاد الفترة ديال كورونا حنا بقاتيها مع خبز، ما عندنا راه ضمان اجتماعي، ما عندنا راه ما عندنا ما مستافدين من والو، مازال ما مستافدين من والو في هاد الساعة، بقاتيها مع خبز، ندير لك الهضرة ما بغيتي هي نفس السبان، سير تقهوى دازك هادي هادي، سير تعيني عند الوكيل الملك، انا دعيتك الله سبحانه وتعالى، دعيتك الله سبحانه وتعالى، دعيتك الله سبحانه وتعالى ولدي، فهذا واش هادي. جر وي جاتني الدفزيون هذا الكبير ديالهم، جد تشكالي جد تشكالي، نازل جايب لي عصا، انا كلب، انا مواطن مغربي كنهضر على حقي، انا كلب جاب لي عصا، اش هو هذا؟ اللهم انا هذا منكر، انا ما كنقولكش سلهم واش ياخذ لي حقي ولا جلالة الملك، انا كندعي الله سبحانه وتعالى ياخذ فيكم حقي، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق في هذا النهار ديال النهار مباركة رمضان، الله يخت فيكم الحق، أين من حشمو أين من راهم تنقول حشوم، عندنا وليدات خدامين عليهم دخلوا سوق راسنا، اللي هضر على حقو، هادي هادي هادي، راه حشومة هادشي كديرو حشومة، راه حشومة عيب، الله يخت فيكم الحق، الله يعد الدين تبابكم الكلب، حشومة ولا حشومة، أين من صبر عطيونا هاد الحبسة عطيونا الموت ديال هاد الحبسة، شقونا كاع الله يعد الدين تبابكم الكلب. كما تشوفوا هنا الخوت، السيد باقي ما وصلاتوش يعني حتى المساعدة ديال كورونا، باقي ما وصلاتوش، ما شدها ما حتى شي حاجة، تيجري على طرف ديال الخبز، يعني كانت واحد السيارة ديال الأمن زايزة قدامه مكتوبة فيها الأمن الوطني، وقيلا ربما تتصوني هاديك ويط 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 ويط، فهمتيني بحال الدراما كوينز. المهم حبس رجع يعني داز لي من ديالو حبس، لأن هذا هو قانون السير، فهمتي الأسبقية لرجال الأمن
لومبيلونس فهمتيني. ولكن موراه كانوا جايين شي سيارات اخرين، ولكن هادو ما بانوش ليه وما دايرينش حتى الصوت، يعني هو باش يعرفهم. سيدي البوليسي وقفوا وخد قال لي غادي الطوموبيل ولا ما عرف ياخذ ليه الوراق، ما الوراق درتي مخالفه، وقال لي انا ما بانش لي مخالفه، ولا تيهضر معاه عادي، يعني هذا يعني نقاش عادي، ناض ضربو تيسب فيه وتيعاير فيه شي شويه، ناض هذاك الكولونيل ولا ما عرف هز يعني زرواطه جاي عنده بغى يعطيه يعني السيبه عند الحمار تاع بوكم يا كلاب محمد السادس ولا كيفاش، يعني هذه راه السيبه، هذه راه هي السيبه جيت. وراه هو قالها بكل رجوله، قال لك انا حقي راه ما نطلبش من الحموشي ولا الماك، لان الشعب المغربي النفسيه ديالو صعب، راه غسل يديه بحال واحد التلميذ يكون عندك كسول فهمتيني، تتبغي ينجح مرات تعطيه الملاصه فهمتيني، مرات يضربك، مرات تنهض فيك الاستاذ، مرات يقول لك لا ما ديرش هادي، مرات تزيرك مرة، ولكن في الاخر فاش يشوفك يعني كسول ما بغاش تقرا تيقول لك صافي خليه يعني دبر راسو. راه هادشي هذا نفس الشيء اللي داير الشعب المغربي مع هاد محمد السادس، يعني فهمتيني، راه هي وما يبداو يهضروا معاك، هي وما يبقاو يقولوا لك، هي وما يبداو يسميتو صافي. راه هو قال لك انا تنطلب من الله يجيب لي يعني حقي، لان هذا هو هادشي باش تيامن مسكين، تيشوف بان الله هو الوحيد اللي بقى ليه هو اللي يجيب ليه حقه، ما كاينش شي واحد اخر فهمتي. علاش تنقول لكم انا فاش تنهضر على مسألة ديال ان الثورة في المغرب جاية مراد كورونا، هادي راه تنقول لكم الحقيقة لا غبار عليها، سواء يشبهونا سواء يديروا اي حاجة، راه تنقول لكم الثورة راه جاية، راه الناس هادو غادي نوصلوهم يعني نبقاو معاهم حتى نوصلوهم للباب، ونقول لهم شدوا ليهم يديهم ونخرجوهم بالسلامة اخوتي، راه بغينا نبني وطن ديالنا فيه هناء، بغينا استقرار حقيقي فهمتي، ما بغيناش بحال هاد الناس هادو اللي تيقمعوا ولاد الشعب فهمتي. غادي ندوزو لواحد لا فيديو اخر، وكل تضامن مع هاد الاخ هذا، يعني هادو حمير هاد الكولونيل صافي، عندك كولونيل صافي دير لي بغيتي ولا كيفاش صافي، لي كولونيل ولا شي عرف شي حد يدير اي حاجه في اي مسكين في هذيك البلاد، والعياشي الحقير تيجي تيبدا يقول لك لا بلادنا في امن وامان وكذاش، من امن وامان هاد الحقره هادي راه خصي تور عليها الشعب كامل، ولكن حنا جينا باش نجمعوا يعني الحصيله ديال القمع المخزني في زمان كورونا ونشروا للشعب المغربي، وبكرهتكم تبارطاجيو هاد الفيديو هذا باش يوصل لعدد كبير ديال الناس. ندوزو لفيديو اخر، من اليوسفية تنظن ولا بلاتي غادي ندوزو يعني الفيديو ديال ماشي هذا، كاين واحد الفيديو اخر اللي بغيت نوريكم اللي هو مهم الصراحة وعندي فيه ما يتقال، غنشوف واحد الفيديو خفيف ديال واحد القايد الخوت دخل على واحد الناس لواحد المحل وتعدى عليهم. الله تيصرفق عباد الله. هذا راه تنقول لكم راه ما يخرجش ليا شي واحد يقول لي هادشي اللي تيوقع في المغرب راه حادثه يعني عرضيه، يعني راه جانبي، يعني واحد الخطا
يعني اش نقول لكم، خطأ شخصي ولا شي واحد، ولا داك المقدم راه منرفاز وعنده ستريس وكذا، لا، جميع المقدمية نقول لكم تقريبا بحصيلة ديال 99.01، فهمتيني، كلهم تيمارسوا القمع على الشعب المغربي. وراه هادشي هذا راه عندي فيديوهات موثق من الشمال للجنوب، فهمتي، ومن الغرب حتى للشرق، ومن الشرق الى الغربي، فهمتي. ها انت تيسرقوا قدام ولادو، هذا غادي ندوزو واحد الفيديو اخر ديال واحد البوليسي تيتعدى على واحد الولد قدام باه، فاش باه قال لي لا ما تعداش لي على ولدي ضرب باه وكذا. وهادي راه تنقول لك البوليس بعدا البوليسي، غنجي لهذا الموضوع هذا ونهضروا فيه الخوت، لان ما كاينلاش نقول لكم، يعني راه ما يعني العدل، غاب العدل في ذاك البلاد، يعني ما كاين لا عدل، ما كاين لا والو، غاب العدل يعني بشكل كلي، يعني ما كاينش العدل بتاتا، العدل لا وجود للعدل. هي باش نكونوا واضحين، فين اول فيديو اللي بغيت نوريكم؟ ها هو، اوكي مزيان اخويا، يجي لهنا. الحمار تاع ابو هي شي قال لك بغيتي دينا انا السوري، اش سوري اش سير الحزار، خصك معايا الهضره، خصك معايا الهضره، ها هو تاع حماق، ما تسمعش بابا، ما تسمعش بابا عليه، تبغي تشوفو حيت انا تيدوز عندي هادشي في التليفون، يعني معطل شي شويه، فهمتي. فين هو الكلب؟ انا تنسميه كلب لانه ماشي راجل، شماته، فهمتيني، شماته هو اللي تيدير بحال هاد العام، هاد الفعيل ديال الشمايت، فهمت، فهمتيني، يعني فعيل ديال الشمايت تيديروها في هاد البلاد هادي، ما عرفناش الشمايت. البوليس عندك حتى هما ما عرف واش تيدخل، فاش تبغي تدخل اخويا البوليس المغربي، واش تيجلسوك على قرعه، واش تيديروا لك شي لعبه عاد باش تيقبلوك ولا شي حاجه، تتوليو حاقدين على المواطن لهاد الدرجه هادي. هذا راه تيشتف على طفل، كيضربوك، خصك معايا الهضره، خصك معايا الهضره سيدي. بوليسي خسر الهضره مع واحد البنت قدام خوها انا ندافع عليها، ناض البوليسي تيضرب فيه، فهمتيني، ينوض البوليسي ضربك قدام ختك ولا شي حاجه، عطيه لمو، دافع على راسك، لان هاد القضيه اللي تيديروها راه مكايناش في شي بلاد في العالم، فهمتي. ما يمكنش يجي بوليسي بحال هكا كيبدا يضرب بنادم الوجه بهذيك الطريقه، وانا تحداه، فهمتي، وانا تنقولها، البوليسي اللي مارس عليك بحال هاد النوع ديال القمع خصك تدافع على راسك اخويا، فهمتيني، دافع على راسك ولا تصدق يدير الكونكاشن ولا شي حاجة تمشي تموت ليه، فهمتيني، تيولي الدفاع عن النفس، فهمتي. انا هذا ماشي بوليسي، هذا راه خصو يمشي للسبيطار الحماق ولا يصيفطو لشي مستشفى ديال المجانين يداوي راسو، فهمتيني، ما يمارش حتى بوليسي بزاف، على مو يكون بوليسي في مكان شي شمكار يدخلوه بالفلوس للبوليس وتيحطوه على الشعب، قالك تي تي تيصار على تطبيق القانون، يعني فيما كان شي اكس شمكار ولا فورمر شمكار في ديك البلاد تيدخلوه تيدير التشمكير، ينعلبوكم الحمير، سير كمل. هاهو تتحبخ، ما تتبعش بابا، ما تتبعش بابا، لا ما تصوريش، تصوروا معايا كلاب محمد السادس مسعوره، ما عرفت واش تقول لها شي بيكور، والله ما عرف واش تقول لها شي بيكور، زعما تيولي بحال الحمار ديال مو فين اللي بان ليه شي واحد يبرد فيه غدايدو، ولا الشاف ديالو واقيلا ما جابش ليه هو هاد البوليسي هذا، واقيلا ما عطاش للشاف ديالو الفطور في الصباح، ما عرفتيش شنو كيخدموا البوليس بعدا في ديك البلاد، تيخدموا بحال الشاوش، فهمتيني،
يعني تيكون فيه جيوش وبوليسي بجوج مولتي تاسك دي امو مولتي تاسك يعني بوليسي مولتي تاسك يعني تيكون فيه جيوش فهمتي تيكون فيه جيوش وبوليسي يعني تيصاوب القهوه تيقاد الفطور يعني شوميشه وبوليسي في نفس الوقت وقيلا اخوتي تنقول انا الله اعلم يعني ما صاوبش الشاف ديالو الفطور وجمع مع الشاب شي تصرفيقه نايض هكاك فهمتي ولا ما يعني ما كريساش لين مواطنين مزيان مع كما تنعرفوا حنا البوليس في ديك البلاد تيكريسيو عباد الله فهمتي هادشي راه موثق في الفيديوهات يعني تيسولوك يعني الرشوه وهذه وتيجمعوا الشاف الكبير فهمتيني فاش وفاش ما تيوصلوش يعني وهداك الرقم اللي طالبوا منهم الشاف الكبير تيشدو الشاف الكبير تيعطي واحد الطريحه فهمتي علاش ما جبتيش ليا دير مو كلشي راه داز تحت في افلام مغربيه فهمتي راه هو الواقع اخو فهمتي وهاد البوليسي هذا فاش يلقى واحد الفرصه فين يتريني يعني في المواطن المغربي يقمع المواطن المغربي فهو يقوم بذلك يعني تيبرد جنونه في المواطنين تيبرد جنونه يعني في الضعفاء فهمتي هذا هو النظام المخزني الخوت مبني على القمع السلطويه نظام لا شرعيه له عندوزو خوتي الفيديو اللي بعدو كاين يعني فيديوهات بزاف الخوت هنا غادي ندويو على وكاين بقاو مع البوليس لا واحد السيد تا هو شدو واحد الشاب مغربي هو شدو يعني هاد الشاب المغربي لازم نحبس هاد الفيديو نكبرو شي شويه الخوت باش بنادم نكبرو شي شويه سمحوا لي نكملوا الخوت لا فيديو هذا الفيديو هذا غادي نشوفوه هو حيت انا تنحاول نتصنت من التليفون لان كاين واحد عندي واحد كما تيقولوا بلاي باك في البيسي عندي شويه ما بين الكونيكسيون هنا شويه ثقيل عليها تنحاول انني نتبع معكم هذا فيه شي 5 دقائق وغادي نحاول ربما ندوز فيه شي مقاطع باش الخاصة ديال الدري انه تعرض للقمع من طرف كوميسي ماشي نبداو ليه الموطور الفوري ماشي انا اللي تنعرف القانون هي لا خداو لك الشغالة ولا شي حاجة راه تي دوا خويا دوا سمعتي راه تيسب كاع راه تنسمعو مازال تخسر الهضرة من الله في الخلفية السلام عليكم معكم محسن الحاوي كنسكن في درب ميلا كنسكن في درب ميلا غادي بالموطور ديالي غادي من درب ميلا غادي للخدمة غادي انا اصلا فهمتي حد العلم ديالي لا سيرونس باقي ما خاصش بنادم يخلص في هاد القيشة هادي غادي وقفني بوليسي شد من عندي الترخيص عندي انا الترخيص الدري اللي معايا اللي كيخدم معايا ما عندوش الترخيص تمينا وقفونا قالك اسيدي لا ارى البونشيكم انا دس الدري ما دازش البونشيش قالي غنديكم للولاية ديال غاندي كوميساري ديال غاندي مشينا كوميساري ديال غاندي دخلنا قالي انت سير بحالاتك عطاوني انا الوراق ديالي لاكارت ديال ماشنو قيدو ليا مشيت الدري هو قيدو ليه بوانتو وطلقو انا مشيت باش ناخذ الموطور ديالي لا ما داش الموطور ديالي داك الموطور ديالي غيمشي للفوريه علاش يمشي للفوري راك انت ما عندكش لاسيرونس انا اللي عارف لاسيرونس ما خاصش تخلص هاد القيشي هاد راك لا ما عندكش لاسيرونس غدي الموطور يمشي للفوري مابقيت كنقول لهم لا جا واحد الكوميسير هبط من الصطافات جا بدا كيجي ندخ فيا كيضرب فيا ها عيني زرق عليا من هنايا ضربني بكروشه في الزنقه حوايجي قطعهم ليا ما فهمتش انا النظاظر ديالي هرسهم ليا ما فهمتش انا شنو هو هادشي المينوط شنو دار لي يدي المينوط هاي كل من فوخه يدي حردني من هنايا جرني في الارض دار لي بحال شي كلب كلي عطاني قتل ها انا عاوتاني المينو ها هو انا شاي عيني هادي بعدا من فوخه هادي عيني دابا لحد الان قسما بالله ما كنشوفش بها مزيان الضبابة هلكني انا الضبابة ما فهمتش انا التعدو هذا
في هذا الشيء هذا ما فهمتش التعدد ديال بصح. انا من الاخر كنطلب من الدوليه الموطور الفوريان، مع واخا انا عارف ما خاصهمش الدوليه الموطور، خاصني نعرف علاش، بغيت نعرف السبب. خديت قتله ضربوني، جات الكوميساريه بدا يضرب فيا، طلع عليا الصطافيط، المهم قتلني. بغيت نمثل، كنطالب انا حاجه واحده، كنطالب من السي الحموشي يدخل لي في هذه القضيه. هادشي اللي كنطالب انا، بغيت ناخذ غير حقي من داك السيد اللي تعدى عليا انا في هذه الوقيته هذه. غادي غير خدام مع الربعة ونص، غادي غير خدام، والكاميرا كاينه وكلشي كاين. حويجي قطعهم ليا، تعدى عليا دير بصح، عطاني قتله، عايرني بكلام ما كيتسمعش. المهم ما بغيتش نفهم واش هادشي كاين، واش هادشي كنطالبوا، واش هادشي كاين في هاد البلاد ولا ما كاينش، ما فهمتش. هادشي اللي كنطالب من السي الحموشي ياخذ ليا حقي من هاد السيد هذا اللي تعدى عليا. هادشي اللي كنطلب منه، التعدد اللي دار ليا بحال هكا وتعدى عليا، هادشي اللي كنطالب من السي الحموشي. لا واش كان شي سبب انه سلا انه سيري دخل معك بهذه الطريقه هذه زعما؟ واش كان شي سبب؟ لا لا خويا، هذا الشيء باش نكمل لك، هذا الشيء هذا خويا راه كاين في هذه البلاد هذه، بلا ما نزيدو نكملو يعني. راه باين الفيديو علاش ان السيد شدو الكوميسير، تعدى عليه، تكرفس عليه، فرشخو. السبب على لاسيرونس، حنا اللي تنعرفو درت اخويا غلط، البوليسي تيعطيك بروسي. ونشرح لكم هذه القضيه ديال البروسي في الدول المحترمه. في الدول المحترمه اخويا فاش دير يعني واحد الغلط ولا ترتكب مخالفه، البوليسي ما تيديش لك الطوموبيل الفوريان، فهمتيني؟ ايدي لك الطوموبيل فحال وحده الا كنتي سكران ربما صايب، فهمتيني؟ ولا كنتي ما مخلصش يعني لاسيرونس ولا شي حاجه، المهم سا ديبو كيفاش المشكل ديالك. ولكن في الحاله ديال هذا السيد هذا، فهمتيني، تيعطيك البوليسي، تيعطيك بروسي، فهمتي، تيعطيك تكتب لك بروسي، ما تيسولك لا تخلصو لا والو. باش تعرف بان النظام ديال المخزن ديال البوليس هذا ديال المخزن باغي يبقى يعني الفساد في البلاد، فهمتي. في الدول المتحضره المتقدمه، فهمتي، تترتكب غلط، تكون صايغ ارتكبتي غلط، هادشي راه وقع ليا انايا، الا وقفك البوليسي تيقول لك درتي غلط، اييه اخويا درت غلط، ارتكبتي هادي، فعلتي هادي، وربما قاعد زايد معاه تقول لي لا وهادي وهادي، ولكن هو الا كان شافها يعني شافها، يعني ما يكذبش عليك، فهمتي، يقول لك نيشان، فهمتي. ولا مشيتي يعني مشيتي بواحد السرعه وكان خصك مثلا تمشي ب60 ومشيتي ب90 ولا هادي، راه فهمتيني، وضرباتك الكاميرا تيصيفطوك للدار ديريكت. المهم بوليسي فاش يوقفك اخويا تيصيفط لك يعني الفاكتوره للدار، فهمتيني، البروسي تيصيفطوك للدار تتخلص، فهمتي، ما تيخدم عندك لا فلوس لا والو، فهمتي. في المغرب لا خصو يكريسيك ولا خصو كيدير لك يعني مخالفه، وحده فيهم تلقى في هذا الباب هذا السيد راه خايف يقول بان طلبوا لي رشوه ولا شي لعبه، راه هادشي كاين في المغرب، فهمتيني. وديك الشيء اللي دايرين البوليس كاميرا مات كاميرا، راه غير كاميرا خفيه وصافي، يعني راه ما كاين والو. يعني الا بغاو يقادو البلاد يديرو نظام توقف بنادم ما تعدى عليه ما والو، دار مخالفه تقولي درتي مخالفه كذا، ها شنو شنو الحسابات ديالك، باق باق صافي سير. لا هما خصهم يمارسو عليك ديك الحذقره، يعني تدخل مثلا هادشي راه كاين في كلشي، ماشي غير الا كنتي تصايك طوموبيل، تصور تكون غادي مع عائلتك وتلاقى مع شي حيوان، شي بوليس شي حيوان، ويستقدر معاك شي فالطه بحال هادي، فين توصل؟ وربما تلاقى مع شي مغربي تا هو زايد شويه في فهمتيني، يعني كاعي على الوضعيه، شنو يوقع ليه؟ غادي غادي ما عرفت شنو يوقع، يعني غيطرا مشكل كبير. وكاين يعني المشكل اخر، كاين مشكل اخر هو تلفت والله الا تلفوني هاد الحميره، اش نقولك، مشكل اخر هو اللي مشيتي دابا مثلا شي اداره تيمارسو عليك نفس التعذيب النفسي، يعني نفس الشيء تيمارسو عليك، يعني نفس التكرفيس تيمارسو عليك، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى، فهمتي، نفس يعني الحرب النفسيه اللي تيمارسو عليك هي اللي تيمارسو عليك في الطرقان، تيمارسو عليك يعني في الاداره، ما كاينش شي حاجه اخرى. وغادي ندوزو يعني لفيديو اخر هنايا، سميتو كاينين فيديوهات بزاف الخوت، بغيت نديكم واحد الدوار، ولكن راه اش نقول لكم، يعني ها هو واحد السيد هو نجبدو هنايا، هاد السيد هذا يعني قصة يعني تتبكي صراحة،
فعلا قصة عجبتني ديال هاد السيد هذا. المهم نهضروا على القصة ديال هاد السيد هذا الخوت. القصة يعني تتبكي ديال هاد السيد هذا، نتمناكم انكم تشوفوها يعني مؤثرة بزاف ديال السيد هذا. غادي نشوفوا الفيديو كامل فهمتوا الخوت. اليوم هكا طابت نقي شفت باش نجي من عندكم باش نصدق معاك الله صوبني نتاعي، هو يقول لي هكا طابت نقي باش نجي من عندكم باش نصدق معاك الله صوبني نتاعي. السلام عليكم اخوتي المغاربة، انا عبد الحق الملاح جهات مراكش جامعة البنابة زوار العروبة. مشيت ايام سويت مشاهد القيد على حساب هذاك الدام اللي خرج سيدنا، الناس قاع شدت وانا ما شديتش، مشيت باش نجد كاين قلت عاد القايد قلت لي قال لي انت اش خاصك؟ قلت انا سيدي راه جيت على داك الدعم ديال خالد سيدنا، راه الناس الحكم كام وانا ما شديتش، وراه عندي وليدات عندي مية كون وي يقول لي اش بيتي؟ قلت لي هذا قدام هو يقول لي زيد هاك، قلت له سيد القلب يزيدك بخير ويزيدك ما عندي ما عندك ما عندك، هو يقول لي ويتي الدعم ياسين كي الله يزيدك هو يضربني ضربني طحت راه كاع مكس حنايا بالوعي رجعوا المرود زوني سلام خزنش تصدوا فيا وليت نط استخدم ياك النط وانا داير عملية الخلب ولا شدوني المرود دخلوني شدو معدي لكارطات لكارط انا واحد سيد هو قلت انا وقيل الله غادي يفيدونا بشي حاجة شوية تعمرني انا دوسي دفعنا جدر إذا كتسول على الحبس أنا غير نسافكم ليه مشيت عند الجندار الدولة تما حطهم ودخل هي أنت اش عندك؟ أنا سيدي جيت على داك الدعم ديال السيدة ما ناكل دريريين عندي ثلاثة دريريين راه قاعدين بالجوع غادي نمشي أنا هو يقول لي ما كتعرفش قال لي ضربني قيد قال لي ضربك قلت لي ضربني قيد حبس عليا حتى رفع يسار والناس كيعرفو كلشي حول ولا قوة ما شاء الله شتيت باش نجي من عندك ولا صدق معاك الله صوبني نتاعي لا حول ولا قوة الا بالله. ايوا خوتي كيما شفتو يعني السيد مسكين مشى على قفة يعني
مشى باش مشى يعني باش ياخذ المساعدة من هاد القايد وطلبوا يعني بالشك. راكم ماكش شفتي يعني السيد مسكين ما فحالوش وباينة فيه أمي مسكين ما باغي حتى شي حاجة. يعني إنسان عادي مواطن مقهور مسلوب منهوب هما اللي ناهبينو شافرينو مش عندهم تيطلبو تيطلبو على حقه وهو ما عارف بأنه تيطلبو على حقه وضربوا القايد وعفط عليه وعفس عليه وتكرفس عليه. فاش مشى عند الدار قال لها صيفط أمك للحبس. يعني كما قلت لكم انا بان انت القي يعني العسكر ما عنده شي علاقه بجهاز دارك اللي هي يعني اقرب سلطان الملك محمد السادس وهادو تنسقوا مفهمي بيناتهم فهمتي. هذا تنسق مع هذا البوليس ينسقوا معاه كلشي يعني تيحمي شي شي تيحمي شي. في الاخر فاش تهضر على حقك وتتنادي بالثوره تيردوك يعني خائن الوطن مورثه زير تعمل يعني الاجهزه يعني تتعمل ضد الاعداء المهلكة. واش من هذا واش من دولة هذه دابا نتوما تتمارسوا فيها هادشي هذا واش من دولة هذه واش الملك تيسحبكم فعلا تيعطيكم شي دعم راه البروباغندا اعلامية وصافي. هادي هي الديكتاتورية الخوت. الديكتاتور ديما خصو يزين وجهو خصو يبان لك تيدير الخير هو ما تيدير والو كون كان تيدير الخير كون راه ناض ببلادو فهمتي. الديكتاتورية ديال العقلية ديالو يعني ما عمرو ما تيتبدل وما عمرو ما جاي فهمتيني ما جاي ما تيبغي الخير للشعب ديالو. لان كون تيبغي الخير للشعب ديالو كاع ما تلقى يعني ان الاميه زادت في عهد محمد في عهد محمد السادس. يعني ملك حقير لواحد الدرجه حقيره تحتقر المواطن. والدعم هذا ما عطي لا ملك لا والو راه غير المستشارين ديالو منهم فؤاد علي نهما والمجيدي وبعض الناس يعني في الكواليس هي اللي تتسير هاد المسائل هادي. الملك ما نصورش يقول لي عطي الشعيبه اللي عطيتي فهمتي. نسوقين شويه هاد المعلومات هادي راه تدور داخل يعني بزاف ديال الاجهزه الامنيه فهمتي تدور يعني بيناتهم هاد الشيء هذا ديال الملك. وهادي ما مسوقش هو الحكم فهمتي هو تيعجبو الفلوس ينهب فهمتيني. يعني حطوا واحد النظام امني حطوا في البلاد وثبتوا مزيان وبغى يزيد مازال ينهب في البلاد وينهب في الشعب المغربي. هادشي اللي كاين. اما باش تقولي الملك تيعطيكم الدعم راه ديك راه كيما حال الانسان اميه تفهمه يعني مهرسين الشعب مهرسينو يعني باش ما يدافعش على حقه يبقى ديما تالف. واش نقول لكم ندوزو خوتي الفيديو اللي ما بعده اللي هو هادشي غادي و تيطوال. يعني راه عندي فيديوهات بزاف انا ما كرهتش نقسم هادشي لجوج ديال اللايفات وربما غادي نحبسو هنايا وغادي نحبسو عند الشهيدة الام الشهيدة امي ربيعة اللي قتلوها يعني المخزن وغادي نحطو يعني اللحظه فاش سخفات وغادي نحط لكم يعني الصوره ديالها وغادي نختمو بواحد الفيديو ديال واحد السيده وهذا هو الفيديو ديالها. شيء هذه اللحظة اخوتي فاش تم توفى يعني الشهيدة الام ربيعة
اللي هرسوا ليها الدار ديالها وما عرفتش شنو داروا ليها. لان عندي الصوره ديالها الخوت، غادي نحاول نحط لكم الصوره ديالها بلاصه الفيديو. اللحظه فاش ماتت يعني قتلوها هي الصورة غادي نحطها. ها شنو وقع الخوت، ها الصورة ديالها الخوت هنا قبل ما تموت. يعني هنايا الخوت قبل ما تموت كما تشوفوا، يعني هنايا اخر صورة ملتقطة للشهيدة ام ربيعة، يعني هما اللي قتلوها. المخزن هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء هذا. وراه كاينين فيديوهات اخرين الخوت، وكل نهار ربما في رمضان، لان عندي انتي واحد العدد كبير ديال الفيديوهات في هذا الشيء ديال كورونا. يعني عندي واحد العدد كبير ديال الفيديوهات اللي بغيت نشره، ونكت اكتفي يعني بهذا القدر هذا حاليا. وكل يوم ربما غادي نوليو نديرو فيديوهات ونفضحوا فيه التجاوزات ديال السلطويه. وما على ليكم نتوما كشباب مغربي انكم يعني تبارطاجيو معنا هاد الفيديوهات هاد اللايفات، فهمتيني، باش اننا نفضحوا خوتي هاد الممارسات ديال المخزن، لان بعيده كل بعد على الشعب المغربي وداخل على الشعب المغربي. واش نقول لكم، يعني حشومه اننا تنعيشوا في 2020 وتنشوفوا المواطنين تيتعرضوا يعني للانواع ديال القمع والانواع ديال الضرب، بينما تتلقى يعني دول اللي فيها الديمقراطيه تتلقى بان رجال الامن ولا رجال السلطه تيقوموا يعني بما يمكن، يعني تيديروا يعني اكثر من جهدهم باش انهم تيحافظوا على الكرامه ديال الشعوب ديالهم. الصراحة تبكي هاد الشي هذا، أننا فعلا حنا هاد الجيل هذا تكتب علينا أننا نواجهو هاد الحمير هادو. يعني أنا عاود عاوتاني نبداو معاهم من جديد ونفضحوهم ونفسرو ليهم بأن هاد الشي لي تيديرو راه غلط، وأن هاد السلطوية هادي راه شنقولك راه شي حاجة يعني محرمة، فهمتيني، شي حاجة ما تي مارسواش حتى الحيوانات في الغابة. عاد بقى يعني نتوما كبشر عنده دماغ وعنده عقل وعنده قلب انه تيمارس على واحد الشاب، فهمتيني، تيستغلو لانه جاهل بالحقوق ديالو، جاهل بالقوانين ديالو، تيستغل يعني الخوف ديال الشعب انه تيخاف انه يخسر يعني البلاد ديالو. هذيك الشيء انا هاد الناس راهم تيخافوش لا على البلاد لا على والو. راه خصكم تعرفوا المخزن راه كيما قال يعني اش يسميوه الامير هشام، راه قال لهم المخزن حيوان، فهمتيني، وراه هو فهمتي، راه ما قالها حتى هو، راه عارف بان المخزن حيوان. والامير هشام راه قالها وتيدخل المغرب، فهمتيني، راه قالها انا كنت اعرف وتيدخل المغرب حيوان. وحنا نحطوا لكم لا فيديو ديالو باش تعرفوا بان المخزن راه حيوان، يعني راه ماشي شي حاجه، ماشي شي واحد يعني يستحق فعلا اننا نحترموه. انا ندير لكم كاع تيليشارجمون الفيديو ونحطو لكم، ما عنديش مشكل، هذاك الشيء يبان لكم كاع، ما عنديش مشكل، فهمتي، نحط لكم الفيديو ديال هشام تيقول فيه المخزن حيوان، فهمتي، تيعاودها.
هاد الممارسات الخوت كما قلت لكم حنا تكتبت علينا اننا نتعاملوا مع هذا المخزن هذا الحقير، يعني تكتب علينا اننا نتعامل مع الناس هادو وتكتب علينا يعني نزيدو يعني تحنا نناضلو هذاك الشيء اللي ناضلو يعني الاجداد ديالنا والاسماء يعني المحترمه في تلك الوطن اللي ناضلات وضحات بزاف. تكتب علينا تحنا نجيو نناضلو مع هاد الناس مع هاد الحيوانات هادو يعني في القرن 21 في سنه 2020 وباقى البلاد وكأنها يعني في 1912، يعني لا شيء تغير، يعني الحكم التقليدي باقي كما قال الأمير هشام. هو اللي تعرف لهم الصراحة باش يكونوا واضحين، فهمتي، راه هو اللي تعرف لهم. أنا نحط لكم الفيديو ديال مولاهم هشام وهو يعني تيضرب في يضرب في ال... هو الأمير هشام. أنا كنت أعرف أن المخزن حيوان وأن المخزن سوف سينتقم وسوف سيطلب مني الخروج من القصر، وهذا بالضبط ما حصل. لذلك أتيت بالبذلة الفرنسية لأري للجميع، لأظهر للجميع بأن ليس لدي طموح أكثر من إعطاء رسالتي وفتح صدري للملك، وهذا ما فعلته. عملت قمت بواجبي العائلي والوطني، ثم لما قيل لي ابقى في مكانك بقيت في مكاني. كما سمعتوا أخوتي الفيديو ديال الأمير هشام شنو قال لهم، قال لهم بأن المخزن حيوان، وفعلا المخزن حيوان الخوت. هادشي اللي كاين، يعني راه ما عنده لا مانر، ما عنده حتى شي حاجه، يعني اش نقول لك، مبني على القمع. عرفناش دابا شنو انا اللايف ديالي اخوت سالا على ما اظن، ما عرفتش علاش. الفيديو ربما عندي تسالا وقيلا على ما اظن، ما عرفتش شنو طاري عندي هنايا، يمكنش ليا نشوفو واش بسبب يعني التبليغات ديال الحمير. ممكن اي شيء ممكن مع المخزن، فهمتي. خليني نشوف، ما فهمتش انا هاد القضيه يعني الصراحه باش تكونوا فاهمين. عرفت علاش ما يمكنش لي نشوف اخوتي الفيديو عندي في الصفحه من الصفحه، ولكن ماشي مشكل. المهم فاش وصلنا لهاد القضيه ديال انا تيقول يعني المخزن حيوان الامير مولاي هشام، فهو يعني عنده الصح، المخزن حيوان، وانا هاد المقوله هادي يعني صحيحه. وتحياتي لكم الخوت وشكرا للمتابعه، وكل نهار غادي نديرو فيديوهات اللي تفضح يعني السلطة المخزنية والممارسات السلطوية ديالها. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم، وتحية سلطة عونية وشكرا مرة اخرى. نشوفكم في غدا، نشوفكم فيديو، فهمتي، نشوفكم فيديو اخر. تحياتي الخوت.